مشاهدينا، بداية برنامج على المواعيد رح بتكون مع بول ليشا، منسق برنامج تماسك. صباح الخير بول. مرحبا، واهلا كيفك وسهلا مدام فيك معنا بمريم تي في. بول، اليوم رح نحكي بعدين عن برنامج تماسك، ولكن رح نبدا بالاول احكي عن منتدى التنميه والثقافه والحوار يلي حضرتك اكيد بتنتمي لإله. صح. وهالمنتدى هو يلي عم بيروح على ورك شوبس يلي من بيناتهم برنامج تماسك. برنامج يلي تماسك رح نحكي عنه. خبرنا شوي عن هذا المنتدى، اي متى تاسس، شو اهدافه؟ هلا المنتدى التنميه والثقافه والحوار هو الاف دي سي دي، تاسس سنه 2004، ونحن بنشتغل على تقريبا ثلاث محاور. اول محور هو الاغاثه، يلي مثلا مثل وقت صار انفجار بور بيروت قدرنا ننزل على الارض نعمل اغاثه تلقائيه. وثاني محور بنشتغل عليه هو حوار ما بين الاديان، حوار المسيحي المسلم اكيد تنقدر مهم جدا 100%. وثالث محور نحن بنشتغل عليه هو المواطنه الفاعله، بناء السلام، واللي هو فيك تقول برنامج تماسك بيوقع تحت ثلاثة صعبين. ثلاثتهم ابدا مش هينين. بعتقد 2004 ما كان عندكم هالمشاكل يلي هلا عم بتواجهوها. اكيد هلا، خصوصا من بعد 2019، من بعد ما بلشت هيدي الازمه الاقتصاديه يلي صار لها كثير تداعيات على مجتمعنا، اكيد شغلنا صعب. شغلنا صار مفروض قبل تكونوا قطعتوا مرحله كثير متقدمه نسبه للحوار الاسلامي المسيحي، نسبه لكل اللقاءات، للحوار، للمواطنة. صار عندهم الناس عن جد مفهوم جديد. يمكن شفناه شوي ببداية الثورة، بعدين ما عدنا شفناه للأسف، انقلب الميزان كله. صح. قد ايه بدكم برأيك ترجعوا تقوموا الوضع؟ هل بعد هالحكي بيفيد ولا بدنا شيء اقوى؟ هلا نحن بنعمل اللي علينا، نحن بنعمل رسالتنا اللي علينا. اكيد ما بنقدر نقعد العالم، ما بنقدر نحن نقول انه بدنا نصلح الوضع. نحن بنشتغل، بنعمل اللي علينا، بنقوم برسالتنا. بول، ما بتزعلوا انه انتم من 2004 ل 2019 عم تشتغلوا على موضوع كثير مهم، طلتوا بعتقد شريحه كثير كبيره، بظرف سنتين او ثلاث سنين راح كل شيء؟ ما راح كل شيء. وهلا بس نحكي اكثر عن مشروع تماسك. بس نحكي اكثر عن مشروع تماسك حتشوفي ليش انه ما راح كل شيء، بالعكس. بالعكس طمنتنا، لانه عن جد لما تشوف، تفوت على وسائل التواصل وتشوف طريقه التواصل بين الناس، طريقه الحوار، طريقه الحكي، بتنقص، بتقول هيدا مش لبنان. هلا اكيد الازمه الاقتصاديه حيكون لها تاثير كثير سلبي، كمان بعد اكثر من هيك، مش حيكون لها تاثير سلبي على الراديكاليزم بلبنان. نعم. على وقت يصير الحوار مور راديكاليز. نعم. من وراء الازمه الاقتصاديه. نعم. فهون نحن عم نشوف التداعيات الاجتماعيه للازمه الاقتصاديه. بس تنقول انه نحن من 2004 لهلا الشغل اللي نحن عملناه راح؟ اكيد لا، بالعكس. نحن بنينا بنيه تحتيه وقاعده ثابته وقويه، ونحن بنكون عم نشتغل عليها وعم نزيد عليها سنه بعد سنه، عم نزيد عليها. سنه اصعب من سنه اكيد، نحن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الامني نحن ما بنقدر نتحكم فيه كجمعيه. صحيح. مثل ما قلت، نحن عندنا هيدي القاعده القويه وبنشتغل نحن وبنزيد عليها كل سنه، بغض النظر اذا سنه اصعب من سنه ولا لا. نعم. برنامج تماسك يلي حضرتك مسؤول عنه. برنامج تماسك. نعم. برنامج تماسك اصلا كلمه تماسك هي بحد ذاتها 100% لها المعنى. كلمه تماسك نقاها رئيس الجمعيه عندنا الاسيس دكتور رياض جرجور، تحيه له، بنوجه له الشكر اكيد والتحيه له. هلا باخر حكي حوجه لك مين حيكون عم يشتغل معنا. فمشروع تماسك على طول انا بحب اقول انه هو كان ولد نتيجة شغلتين أساسيتين، نتيجة إيمان ونتيجة حاجة. لا. نتيجة حاجة لمجتمع لبناني تنرجع نحن، مثل ما الكلمة بدل عليها، يصير في تماسك. اوريدي هذا النسيج الاجتماعي اللي هو موجود عنا، اللي هو اوريدي هش من بعد انفجار البور، من بعد الأزمة الاقتصادية، من بعد كل هول العوامل اللي احنا ما قدرنا نتحكم فيهم. صحيح. صاروا هيدا النشيج صار هلا هش أكثر من أي وقت تاني. صح. فنحن أول شيء من حاجة هيدا المجتمع تنرجع نحن نتقرب من بعضنا، تنرجع نذكر العالم بشو هي متشابهة، وتنقدر نكون كمان عم نشتغل مع اليوث، مع الشباب. نعم. يرجعوا ينخرطوا بالعمل العام، أو يرجعوا ينخرطوا بالعمل الاجتماعي. وتاني شيء اللي هي إيمان الـ FDCD، المنتدى التنمية والثقافة والحوار، بالشباب إنه هن محفزين للتغيير.
نحن اكيد مثل ما انت بتعرفي مثل ما كلنا بنعرف، اذا مجتمع نحن بدنا نشتغل عليه عن جد يصير فيه تغيير جذري، نحن بدنا نشتغل مع الفئه الشبابيه. صحيح. بدنا نشتغل مع هول الفئه اللي هن على الارض، اللي هن بعد عندهم هيدي الروح والامل. صح. اهم من الروح الامل، من بقى منهم بدنا نحكي 100%. وهذا الشيء اللي حقول لك اياه كمان، اللي حوصل لك اياه بوقتها نحن عم نعمل ورشات العمل تبعنا، المفاجاه الكثير حلوه يلي هي صارت قد ايه كنا عم نشوف شباب مش بس بقيوا بعد عندهم ما بدهم يفلوا، بعد مش بس ما بدهم يفلوا، بعد عندهم الامل والطاقه انه هن يشتغلوا لهيدا البلد. برافو. لمجتمعاتهم للكوميونتي تبعهم، لازم نتمسك فيهم نحن عن جد. نتمسك فيهم ويتماسكوا مع شريكهم بالوطن ايضا. قديش التوعيه مهمه جدا هلا لهالشريحه من الشباب، لانه بتحسهم ضايعين، ضايعين لانه عم يسمعوا كثير اشياء، والشباب ما بيعرفوا التاريخ. يمكن لازم واحد يرجع يعيد التاريخ، تاريخ لبنان من وقت من 100 سنه، كل النكسات يلي كان عم يتعرض لها كل 20 30 سنه حتى لا تتكرر، حتى ما بقى تصير. يعني هلا نحن وصلنا عن جد للقعر، مفروض تكون اخر نكسه ويبدا عن جد لبنان الجديد 100%. وانا صراحه شخصيا من بعد كل ورشه عمل بنقوم فيها بخلصها بزياده امل، بخلصها انه انا صار عندي طاقه جديده، صار عندي تمسك اكثر بهذا الوطن، بهي مجتمعاتنا العربيه اللي موجوده هون، انه عن جد نبقى وعن جد بعد في طريق للتغيير. مشروع تماسك هو مشروع لثلاث سنين، ممول اكيد من الخارجيه الدنماركيه وبالشراكه مع دان ميشن. هو على ثلاث سنين، كل سنة نحن مننقي topic، مننقي موضوع نشتغل عليه. أكيد هذا الموضوع مننقى وفق دراسة احتياجات عملناها سابقا. بنشتغل أول شيء مننقي هو الفريق النواة اللي هم ألف من 15 شاب وصبية أخصائيين أكيد جايين من كل لبنان، بنعمل لهم ورشة عمل لهم، بنشتغل معهم على موضوع هيدي السنة، مندربهم كمان على البروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع، كيف يقدروا يصمموا ويديروا ويراقبوا وينفذوا مشروع، وبنشتغل معهم كمان على مواضيع مثل حقوق الإنسان، كيف يقدروا يعملوا انتجريشن لموضوع حقوق الإنسان بشغلهم. حلو. كيف بيقدروا يعملوا هيدا الشيء. من هيدا الفريق النواة بس نخلص نحن ورشتنا معهم، من خلالهم نحن بنطلع على ثلاث مناطق بنكون عطينا الأولوية لهيدي السنة كمان أكيد وفق دراسة احتياجات نحن عاملينا، ومن خلال هول الثلاث مناطق بنعمل ورشة عمل لكل منطقة. يعني صار عندنا نحن بالسنة لهلا أربع ورشات عمل. حلو. ورشة للفريق النواة وثلاث ورشات لكل منطقة نحن عطيناها هيدي الأولوية. بيجروا من أسبوعين هيدا نحن هلا نحن بثاني سنة لتماسك. بهيدي السنة بال 2022 قمنا بالورشة العمل للفريق النواة، ورشة عمل لمنطقة جبيل، ورشة عمل لمنطقة صيدا. أول سنة عملنا ثلاث ورشات عمل لثلاث مناطق، كانوا بيروت، طرابلس وبعلبك. حلو. 100%. بيطلوا لبنان كله يعني. 100%. عم نجرب نحن قد ما فينا يكون في تمثيل عادل لجميع أطراف لبنان. لحد هلا صرت رايحين ست مناطق تقريبا. ست مناطق. فيك تعمل لي هيك مش ملخص، حاعطيك مثل شو انطباعك الأول بكل منطقة؟ هلا اكيد كل منطقه عندها هويتها الخاصه وعندها شو التلاقي بين السته، بين السته شو الاشياء اللي لقيتها انا ان كومن، الشيء اللي exactly. بين الست مناطق صراحه لقيت الامل. حلو. لقيت انه بكل منطقه، اللي كانت بيروت، اللي كان صيدا، اللي كان جبال، اللي كان بعلبك، كل هالي المناطق عندهم نفس الامل انه هن بده يضلهم بلبنان، هن بده يضلهم يشتغلوا لهيدا المجتمع بلبنان. ولقيت كمان شغله كثير مهمه انه هلا هيدي حقول لك اياها قصه نجاحك وانا عم سبق، بس لانه ذكرت الموضوع. بورشه عمل بعلبك يلي صارت هديك السنه، اجى معنا شاب كان هيك من زوي ما كثير عم بفوت معنا بالجو، قاعد لحاله. قربت عليه انا اول مره، انه حكيته سلمت عليه، ليش مثلا ما قربت علينا؟ اول نهار كان انه هو بينتمي لجهه معينه، ما بده يقرب، جاي هو على الورشه يعني بده يشتغل لمنطقته، بس ما بده يقرب، بده يكون لحاله. قلت له اوكي مش مشكله. ونطرت انا اول نهار، ثاني نهار، اخر نهار قبل ما نحن نروح من الورشه، كان قاعد بنص الطاوله مع كل العالم، يعني مع ال 25 شخص، كان هو قاعد بالنص عم يحكي معهم كلهم. خلص.
اندمج. مش بس اندمج، انا وفالي، انا ونحن ورايحين، يعني اجى الباص بده ياخذنا، انا ورايحين قرب علي عم يشكرني انه نحن، قلت له انا نحن ما عملنا شيء، نحن بس امننا هيدي المساحه الامنه، فانت تطلع شو في جواتك، يعني انت من جوا يعني هو من جوا بده انه يتقرب من شريكه، بده انه يكون هو بيناتهم، بده انه ينخرط بهيدي المجموعه. هيدي بالنسبه لكم قصة نجاح، هيدي بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لنا نجاح مشروعكم يلي هل هيدا الهدف تبعوله؟ الهدف يعني اكيد الهدف هو اكبر، بس بالنسبة لنا هيدا مثل ما بتقولي ورشة العمل بتكون مصغرة على المجتمع اللبناني، انا بشوفها 100%. يعني اذا بتاخذي المجتمع ككله بتحطيه بهيدي ورشة العمل هو مصغر عنه. بس بدنا نشير قديش كان اعمارهم المشاركين بها؟ اعمارهم من ال 18 للتقريبا 28 سنة مقصر. يعني هيدا العمر اللي عم بيأسس الوطن 100%. اللي بنعتبرهم يعني هيدا العمر يلي هن بطلوا صغار بلشوا يستوعبوا وبعد ما فاتوا يعني بالحياة كليا يعني 100%. من 18 ل 28 من 18 ل 28 سنه. وكمان اذا بدي خبرك عن هذيك السنه عن ورشه عمل صارت بمنطقه بعلبك، اجوا 25 شاب وصبيه مثل ما قلت لك، كل مره بيكونوا 25 تقريبا 25 ل 30 اكيد، يعني 25 هو المعدل. تمرنوا على دراسه المشاريع وعلى موضوعنا هذيك السنه اللي كان الانخراط بالشان العام، انخراط الشباب بالشان العام. حلو. رجعوا على بعلبك عملوا مشروع لألهم، مثل نقطة كان بدي أقول لك إياها كمان، نحن بس ندربهم على دراسة المشاريع عم البروجكت مانجمنت مع موضوع السنة، بس يخلصوا هيدا التدريب نحن بنعطي مبلغ من المال من المصاري لألهم، يطبقوا مشروع جرانت صغير تهن يطبقوا مشروعهم وفق وفق نيد اسسمنت يلي بيعملوه بمنطقتهم. يعني بده يقدموا لكم مشروع كامل متكامل. مش بس هيك، نحن يعني أنا كشكابول ام كالاف دي سي دي، نحن ما حنقدر نعرف هالكونتكست يلي هو كتير ديتيلد ببعلبك قد الشخص يلي ساكن ببعلبك. نحن بنعمل دراسه وكل منطقه نفس الشيء، يعني مش انه تحديدا ببعلبك، يعني نحن بنعطي مثلا ببعلبك، نحن بنعمل دراسه الاحتياجات تبعنا، بنعمل مثل ما بيقولوا الدفوار تبعنا، بس بنهايه النهار الشخص يلي ساكن ببعلبك 24 ساعه هو اللي بيعرف حاجه فنحن جبنا هذا الشخص من ببعلبك عم نعطيه مثل اكيد، عم دربناه اعطيناه هيدي الادوات اللي هي حتضلها معه كمان لكل حياته أكيد. بس يرجع على بعلبك هو بيعمل هيدي الدراسه، هو بيعمل بيطبق هذا المشروع اكيد تحت اشرافنا وتحت اشراف شركائنا. وكان بدي اعطيك مثل عن مشروع بعلبك، انه يعني قدرنا نجمع وقتها فوق اكثر من 80 شخص، وقدرنا جبنا مفتي بعلبك الهرمي الشيخ الرفاعي لعنا، وعملنا وقتها ديبيت بحوار الاديان، مش بحوار الاديان، عملنا وقتها ديبيت كيف الدين بيشوف دور المراه بالحياه العامه، كمان احلى واحلى. وقدرنا نطلع بلائحه توصيات، هلا اكيد ببعث لك اياها تحت الهواء، بلائحه توصيات، وعملنا لجنه مؤلفه من الشباب يلي كانوا موجوده تتابع تطبيق التوصيات، تتابع تطبيق هول التوصيات يلي صاروا عم تحكي انت اشخاص كلهم تحت 22 سنه. حلو كثير. فقدرنا يعني قدرنا بهيدا الشيء، واكيد بمبلغ من المصاري كتير محدود، يعني انا وقت اقول عم بعطي جراند عم بعطي مبلغ من المصاري لهول الشباب، مبلغ كتير محدود نقدر نحن بنقدر نعطيه. فبعتقد انه عملنا كانت البصمه اللي تركناها من ورا هيدا المشروع كتير كبيره. الاسبوع الماضي كمان كان عندكم، الاسبوع الماضي كان عندنا بجبال كمان كان مشروع كتير ناجح، من كم نهار كنت مجتمع مع الفريق بجبال عم بلش نخطط للمشروع اللي بدنا نعمله بجبال. وركشوب جبال كان كتير ناجح، كمان عزز الشيء اللي قلت لك اياه اللي هو انه عن جد بتلاقي بعض شباب عمره 25 سنه 23 سنه، شو في عم اقول انا عم بضحك، انه بيعطيك امل بشكل مش طبيعي تشوفي هول الشباب انه من بعد كل هالازمات اللي مرقوا، ونحن ما فينا ننكر انه الازمه اللي مرقت على لبنان مدمره، من بعد كل هيدا الشيء اللي صار بعضهم موجودين وبعضهم بيأمنوا بالتغيير، بعضهم بيأمنوا انه هن شخص لحالهم ام شخصين ام مجموعه بيقدروا يعملوا تغيير. برافو برافو، قد ايه حلو هيدا الشيء. شيء بفرح عن جد. هلا كمان عندكم قريبا عندنا ورشه عمل حتكون لمنطقه المتن، لمنطقه راس المتن والمتن، فهون بدي استعمل يمكن المنبر تبعك تادعي حيلا حدا عمره 18 ل 28 سنه، رجل ام امراه، ما هم السلكشن كرايتيريا، ما همنا نحن، همنا يكون عنده
هيدا الحب للعمل الاجتماعي اللي احنا عم نقوم فيه، واكيد بيقدر يعطينا من وقته 3 ايام للوركشوب. هي حتكون ب 23 24 25 و 26 حزيران من هيدا الشهر. نعم. وحتكون باوتيل جاردن اوتيل ببرمانا. كل حدا حابب يكون جزء من هيدا المشروع في يتواصل على رقمي، اذا بقدر اقول رقمي. مش غلط ابدا، تفضل. 7-0-0-2-6-1-2-4. عندكم طبعا على مواقع التواصل، الاجتماعي، على تويتر، على شو فيسبوك، بحطوا تماسك اف دي سي دي، بحطوا اف دي سي دي موجوده. أوكي. وبس بدي استعمل انا هيدي الفرصه الاخيره معك بس تشكر الاسيس رياض جرجولي، هو رئيس الجمعيه عندنا، يلي عن جد يعني دعمه لنا، دعمه لاول شيء لنحن اللي نحن جزء من المنتدى، هو اللي بيعطينا هيدا الفيول تنحن نضلنا مكملين. بدي اشكر مديره المشاريع عندنا بالجمعيه الأنسة ميراي حموش كمان، يلي من ورا دعمها نحن عم نقدر نقوم بهيك مشاريع. وشربي المطر من جمعيه دان ميشن كمان عم بيكون جزء كثير كبير من نجاح هيدا المشروع. حلو. وبدنا نشكر اكيد دان ميشن والخارجيه الدنماركيه واهم اول شيء كلهم بدنا نشكر هول الشباب. اكيد انا كمان بدي اشكركم انتم فريق العمل يلي انتم الاساس يلي من عم بتحفزوا الجميع حتى تالفوا هالنواة الصغيره يلي بنتمنى تصير نواة كبيره وتعم المجتمع ونوصل لحل معين. التماسك قلت لي برنامج انتم ثاني سنه، بعد عندكم سنه فقط، بعد عندنا ثالث سنه، وان شاء الله يعني ما بتعرف ممكن نقدر نكمل بعد اكثر، حتى يمكن تزيدوا ببرنامجكم يكون عندكم برنامج جديد واسمه 100%. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق واشكرك بول على وجودك معنا، على كل تعبكم. وحلوه كثير هالفرحه اللي كنت عم بتخبر فيها عن الشباب، عن الامل يلي شفتوه بعيونهم. نحن كلنا متكلين عليهم، على شبابنا وعلى أشخاص مثلكم بالمنتدى وبمشروع تماسك. شكرا لك. شكرا لك مدام. مشاهدينا بريك ومنكمل معكم.